سيدنا محمد الطاهر الأمين. مباشرة اليوم رحنا يعني لمة الأحباب والقعدة الزينة في ضيافة العائلة الكريمة، وبالضبط في ثلاث نشوخ يعني عند العائلة الكريمة، عائلة إيضاوي وعائلة مولودي. يعني بالضبط احنا مع الفنان إيضاوي محمد حبيب الله، وأيضا الفنان إيضاوي حمزة، وايضا الفنان مولودي محمد. تحيه لكل الفنانين، وتحيه ايضا لكل اعضاء لمه الاحباب والقعده الزينه. اليوم لمه الاحباب والقعده الزينه حبت ان تاخذ هذه الجلسه في فرح، في طرب، في يعني في مناقشه يعني، وان شاء الله ان شاء الله نكون خفاف الظل عليكم ان شاء الله يا ربي. وتحيه للعائله الكريمه، وتحيه لكل من معنا، وتحيه لجمهورنا الكريم المخلص لمه الاحباب والقعده الزينه. مباشره نسيك الاخ حبيب الله، يعني الكل يتساءل من هو الفنان، من هو الفنان إيضاوي محمد حبيب الله؟ يعني يعطي معلومة أو يعني تعريف للجمهور الكريم. الجمهور واقعي ما يعرفنيش، وهي ازاي بشي اللي هامش ياش يسن يسلا بعض الأغاني تكني عرف السنة سوهي زي و نايدا هي قيغ الفيلم هي قيغ مع بن بن مختار زينا هوية تتوزع ضغجانة شوية ايه لين على الزرع وتعقيت على هذه الزرع. على ذكر اسم الفنان بن مختار، يعني كانت لك يعني تجربة في المجال الفني في عالم التمثيل، ربما هو انك درت فيلم قصير ولا بورتري قصير يعني في سنين يعني قديمه تقريبا، في اي نقول في سنه 1900 و 2009 2009 2009 يعني احكي لنا قصه الفيلم، كيفاش جاتك الفكره ولا كيفاش كانت عندك الفكره؟ جاني صديقي جاب لي المخرج هذاك، وبدينا في هذاك نديروا هذاك البورتري نتاع التين هنان. ومثلت بعض الادوار مع تعطيني هنا خرجت عليه نورمال بين بن مختار الله يرحمه وتوفى عليه. الله يوسع عليه نحيي يعني ايه. نترحم على الفنان بن مختار يعني اللي كان معاه في هذا البورتري هذا ايه. يعني رحم الله كل الفنانين الجزائر. ايه. نعود لك الاخ حبيب الله، يعني قصتك مع القيطاره كيفاش كانت لك البدايه؟ يعني كان هناك يعني حد كان في السبه لك القيطارة، او كانت من تلقاء نفسك يعني، او تكون عندك قصه مع القيطارة؟ كاين السبه كاين تيناري وين. نعم. كنا ملهمين بفرقه تيناري وين في الصغر. نعم. وعندنا نفس الثقافه نفس الناس يعني كيما دارنا، نفهم لهم اكثر من نفهم لبعض الناس. ما شاء الله. هادو نتاع تيناري وين الناس. نعم. هي بريبور ابراهيم فنان. نعم. كبير وكل مستعرفين به ما شاء الله. هذاك هو اللي من الصغر ولينا من اللي زاني كترا. نعم. كنا ندوه مازال ما تشهرقاه، هو كان يجي هنا في القريه ويدير لنا جيتار ما شاء الله. بريبوري ابريبوري. نعم. ابراهيم هي. وصالح بن عمر ثاني لا باس عليه فنان. نعم. بصح هذوك حبس وقهاني خافي قهاني هذو خدمت معاه زمان. نعم. لي زاني التسعينات هكا خدمت معاه. يعني ماذا بينا تعطينا عزفة، أعطينا مقطوعة يعني مساعدة يعني الأخ والفنان إيضاوي حمزة اللي رأيته على ألف قطار مقطع. وانا علي وانا علي وانا
وانا فكتو طالي يا تاسمة كلالي يا سد من سالي هو أهمة كلالي إدانيني علي انتينا كمتالي وانا ولا سكت علي وانا مغيدك كوالي وانا لأدنك تدبان علي وانا لأدمي ميمي علي وانا لأدمي ميمي علي وانا لأدمي ميمي شكرا شكرا للفنان إيضاوي محمد حيب الله على هذه المقطوعة الجميلة وعلى هذا الأداء المتواضع. تحية أيضا للفنان إيضاوي حمزة أيضا بالمساعدة على الجيتار. أيضا نشكر كل يعني فرقة تيني راوين, وأيضا أيضا من هنا نزيد نحيي الفرقة ونحيي أيضا الفنان صالح بن عمر يعني نحييك من هذا المكان او من هذه الجلسه الجميله. اتمنى لك ان تكون معنا ان شاء الله الايام الباقيه ان شاء الله, ويكون لك حضور ان شاء الله مباشره. دون ان ننسى ان نحيي ايضا الاخ محمد مولودي اللي راه واقف على قاده يعني الريحه لحقت ما شاء الله, ربي يحفظك ويصون ان شاء الله يا ربي مباشره. يعني هذا العلم الفني خويا حيف الله, هذا العلم الفني يعني شكون اللي كان السبه لك انت؟ شكون اللي اول من يعني من حق الجيتارة, ولا بالك انت كانت عندك قصه مع الجيتارة؟ يعني كيفاش كانت قصتك انت؟ انا القصه بغيت شفت هذا ابري بورتي ناري وين. نعم. هو اللي شفته نهار الاول وعجبتني الجيتارة. نعم. جيت للوالدة الله يرحمها قلت لها باغي الجيتار الوالدة نتاعي, مازال انا صغير شويه ما شاء الله الوقت, هي اللي شرات لي الجيتار الاول, ولا دروك راهي كاينه هذيك الجيتار في الدار ما شاء الله. هي الوالدة توفات الله يرحمها, اللهم ارحمها وفينا يا رب ان شاء الله ترحم على الوالدة ان شاء الله تكون فسيحة جنانية. هي والوالدة روحها فنانة دير هذاك الجاخمي تزنقرها ما شاء الله. هي ما شاء الله. هي ما شاء الله ما شاء الله. هي وكي كنت انا كي كانت تما مع هذاك الفنان وجبتها تم كانت حية. نعم. جبت هذاك الربيع بن مختار للدار. نعم. وجبت الجيتارة بدينا نغنوا, هي ترني معايا ساعات هي دير تزنقرت وانا تبعها. نعم. بالجيتار. نعم. شافها بين هذاك الوقت صورها بين الله يرحمها. الله يرحمها وفي الله يا ربي ان شاء الله ويعافيها. يعني كما نقول احنا انها عائله فنيه الدرجه الاولى, عائله فنيه. نحن نشوفوا بلي يعني الاغنيه المحليه الشرقية يعني اليوم وصلت صدى كبير كبير كبير. إيه. اليوم راي في المحافل الدولية العالمية. إيه. يعني نشكر كل من كان السبب يعني, والناس اللي شرفت ولاية طمدراس ولاية الهجار يعني في المحافل الدولية اليوم. والله لا شيء جميل 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 جميل, يعني أن نحاولوا الفكرة هذه أو هذه اللي احنا نسموها أمانة, لأن إيه. هذا تراث يعني منبثق من التراث المحلي لمنطقة الأهجار. يعني إيه. ماذا بينا يعني الجيل اللي راه جاي يتحمل المسؤولية وياخذ بمعنى الكلمة باش يعني يكون هو في المستقبل اللي راح يمثل ولاية الأهجار وتركيز. نعود لك الأخ محمد ولا حمزة عفوا, حمزة يعني حكايتك مع الجيتارة مع الأخ حيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم, الصلاة والسلام. أنا كما أقول يعني الجلسة هي اللي تجاوب على الأسئلة تقريبا. الأخ كنت صغير ونشوف الاخ مع جماعته غير ويمزوره قالوا الخطره يديروا سهرات. نعم. وين يكون ورا قديم نسرق الجيتار نتعلم عليها شوي شوي, عجبني الفن نتاعهم. جميله هذه الكلمه, هذه جميله جدا. نعم. انين وليت انا وصاحبي مولودي عبد القادر, خو مولودي محمد. خو محمد. نعم. نحيي ايضا مولودي عبد القادر يعني من هذا المكان. علمنا الجيتار. نعم. وعلمونا كيفاش نشدوا الذكور وكيفاش نريد. ما شاء الله. علمنا
ومن ثم دخلنا فرقة نتاع الرقص الفلكلوري هذاك تاكوبا. تاكوبا إيه؟ مع فرقة تاغلاد. نعم. مشينا بها المهرجانات الثقافية في الجزائر، وخرجنا بها حتى لطروجن. ما شاء الله. يعني إيش الجودة رحتوا فيها في ال؟ رحنا لافرونس، رحنا للدوبي، رحنا للفيتازيني ب. يعني هذا القطارة. ما شاء الله. لا وشنو يبغى نقولوا دائما نحن زعما كاين نبغوا نجمدوا رواحنا شويه مع الوقت، مع الوقت والظروف. احنا نقولوا الظروف احنا تلعب دور، يا راهي تلعب دور احيانا كما نقولوا احنا الفن ما يبقاش نقولوا كحاجه انه الانسان يعتمد عليه باش تكون هي مستقبله. مستقبله يعني ديما كاين ظروف تخليك دائما ترجع، دائما تخليك ترجع الرول شوي. فهمتني؟ ما شاء الله. والله قررنا هنا الحمد لله على ما شاء الله. هي دائما تبقى الحرفه، حرفه مهما كانت تبقى الحرفه رغم المستقبل ورغم الظروف رغم انهم كاين اسباب تخليك تبعد عليها، لكن دائما تبقى الحرفه. جميلة يعني هذه المقطوعة. بمن تفكرك هذه المقطوعة هذه؟ تفكرني بنازوم إبراهيم، هذا فنان تاع تازوم مارد. ما شاء الله، نحيي الفنان بن أزوم إبراهيم من هذا المكان. درنا معاه شوية، لعبت معاه خطرة تحت دريال. ما شاء الله. إيه هذه درناها أنا وياه خطرة وسجلتها، سجلنا وسجلنا مسجلة. إيه نعم. إيه ما شاء الله. يعني الأخ محمد المولودي يعني هو احد رفقاء المجموعه، او يعني في صحه التعبير وايضا انسان يعني فنان بمعنى الكلمه. حبينا نسمعوك شويه يعني باش تحكي لنا. ما شاء الله. بالنسبه للجيتاره هذه نحن كي كانوا كيما الباوي محمد عبد الله والفرقه اللي كان معاها يقصوا، احنا كنا زعما ديما ندخلوا فيها مرات باش تعرف بنادم هذاك الوقت يحب الجيتار ونفسه نعم. من هذيك ولينا خدموا جيتارات بلبابين. ما شاء الله. لا ما نقلدوا الكبار الفنانين اللي يجيبوا، لانه هو عنده جيتار كما نقولوا صح. احنا مع الصغر لازم نقلد نسمع نقلد حاجه. نعم. راح الوقت لين كبرنا صرنا جيتارات. وانا صراحة ما ارقد حتى فقط كنت نقفل راسي برا. ايوه ما شاء الله. نعم. والجميل على ذكر يعني ماذا كما نقولوا الاخ محمد مولودي قد ما دخلت حتى فرقة، يعني الاخ حيب الله ما جيتكش فكرة انك تأسسوا فرقة؟ نحن كانت عندنا فرقة في صغرنا، كانت عندنا جمعية، جمعية سميتها الشك تسره، الشك التدابيت تسره نهكر. نعم. هذه هي السمية نتاع الجمعية نتاعنا. نعم. ونحن فرقة سميتها إيم الزورة. نعم. جي. نحن الفرقة اللي كنا قصرنا مع كان هذاك شاكيب، دوك معروف شاكيب هذا مدير نتاع الحضيرة. ما شاء الله. شاكيب عبد السلام. نعم. نتاع الحضيرة، هذا هو اللي كان دائما يدينا. نعم. يدير الحفلات وكنا صغار. نعم. يدينا نحن صغار هذاك الوقت. نعم. ونديروا له وتعرضوا تعرضوا الفن تاعكم. ايه نحن صغار هذاك. نعم. الوقت ما دابينا نمشوا حتى نحن الفن هذا ما كناش زعما دايرين زعما كيما دروك الناس يحوسوا به يجيبوا به الدرا. نحن لا قلنا انت باغي نحنا نديرو ليك نحنا يعني نعطو. الفكرة نتاعكم انتما كنتم تزهاو وتزهاو الناس. اي من الزورة قد سميتنا. الفكرة نتاعتني جاي نزهى والله جاي نخدم باش ندي دراهم ولا باش نخلص ولا كل الاحياء نحنا تلقى نحنا نمشو نديرو تريزاسيو بسميتنا. نعم.
التريزاسيو بواحد منا نحنا بشرة رايحة تخلق القطارة في سيرسوف. نعم. إيه واحد منا راه التريزاسيو هو داير مخلصها بسميتو إيه عند البوليسية ونروحوا ونروحوا نقيطروا باطل. سميتها إيم الزرق الفرقة راه محيين حيين راه مكود بصح شنو؟ بطلوا القطار. إيم الزرق. إيم الزرق. الهاملين. نعم. يعني نحيي كل الناس اللي كانت منخرطه في فرقه ام الزوري يعني الهاملين بمعنى يعني كما يقول لك يعني ما شاء الله فرقه كانت تؤدي الواجب نتاعها بدون مقابل. لما سبطوا أدري أندغك يدو ذكريات الدفكرة غنيري وارغس نظرنا غنيري وارغس نظرنا لما سدت المدد بين دك ما سيم غرا سكم دقت غدا غلا ضاغ دق ميا غاس سمضا اه دق ميا غرس سمضا ازنا لما اسمع الطوا ادري ان دغك يدا ذكريات الدفكرة غنيري وارغ سمضرنا. ما شاء الله ما شاء الله نشكر الفنان إيضاوي محمد حبيب الله يعني المعروف يعني ببلو يعني بلو الكثير يعرفوا لا بلو احنا قلنا حبيب الله بل كثير قاعد يسأل لكن المعروف ببلو يعني اسم نتاعه الشهرة وقصة بلو هي راهي قصة يعني ما شاء الله حكى لنا عليها شوية هي استوار يعني ما شاء الله حبيت نسألك الأخ حبيب الله ولا تمنى نقولوا بلو احسن بلو خير هيا نقولوا بلو يا سيدي نرجعوا يعني نعود لك بلو تفضل الجلسه اليوم اللي راك يعني بعد ما نعرفوا نقول يعني الجلسه نتاعنا اللقاء نتاعنا هذا هو متمثل يعني واللي احنا مسمينه بلمه الاحباب في بيت فنان احنا دول يعني الاسم نتاع البرنامج اللي تاعنا هذا يعني ديما لمه الاحباب تزور فنان في بيته اعطينا هذا العنوان لمه الاحباب في بيت فنان اليوم لمه الاحباب اليوم رانا عندك احنا في الدار تاعك يعني في الارض نتاعك في الفلاحه نتاعك ما شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله وربي يزيد صلاه من فضله يعني حبينا تعطيني معلومه يعني اش السبب اللي خلاك اليوم في لمه الاحباب اليوم اللي راك مع لمه الاحباب شكون اللي كان سبب السبب مولودي محمد هو اللي اولا تكلم لي قال لي كاين جماعه نتاع لمه الاحباب باغيين يقعدوا معانا قلت له ما عندي مشكل شوف معاهم برمج معاهم الوقت نعم وانا راني هنا دائما توجور وكيف جاتني قصه عن طريق عبد القادر اللي هو جنة عمل يعني معروف بقادة عن صالح هو التقني والاعلامي تاع لمة الاحباب وقاعد الزين قادة عن صالح يعني هو كان السبب اللي تجمعنا بخطر هنا لانه هو شفت له شحال من عمل كيما هكا ان شاء الله اصلا زي ما كيف نقولوا يعني يعطي نظرة على الفنانين المهمشين المنسيين واتصلت معه ودرنا لقاء قلت لي نتصل بالفنان محمد حبيب الله بسم الله ما شاء الله وافق وراكم عندنا هنا مرحبا بيانتوني شنو الله يفرحتونا بزاف نجيبوا عندنا يعني هذا العمل تؤجر عليه السنية نتاع الجمعية برا تكفي لمة الحباب يجروا عليها دنيا والآخرة هذه أمين أمين راهي الناس راهي مزربعة وراكم تلقطوا فيهم كي شغل راكم في البراري وراكم تلقطوا وتلمدوا ما شاء الله وأنا حاجة اللي نتمناها من ربي الله يوفقكم والله يديروا في ميزان حسناتكم أسمعتني والفنانين نتمنى لهم مسار فني إن شاء الله إن شاء الله في المستقبل
ويجمع الله يألف بين القلوب ويصلح الشان إن شاء الله وتحية الزاير. تحية لكل الناس في الحي بما فيهم من شيوخ من أمهات من يعني أبناء من البنات يعني ربي يحفظه ويصل إن شاء الله والله يلم الشمل يا ربي إن شاء الله والله يدخل كما نقولوا عدو بيناتنا وبيناتكم إن شاء الله يا ربي. وتحية أيضا للفرقة القديمة تاعكم اللي كانت قبل يعني نحيي كل الفنانين اللي فكرني قاد اللي قال لي قادك بلا السمية اللي تنساها تشدها بصدق قادة بغات تمشي راهي ديك السمية إيمي الزوراي يعني تحية لكل الفنانين اللي كانوا في فرقة إيمي الزوراي. نهنيهم أيضا بالمناسبة ونتمنى أيضا لكل الفنانين الأهجار والتدكيرت بما فيهم يعني بكل طبوعها يعني بالطابع المحلي يعني سواء كان باللغة العربية أو بالترقية أو يعني بما بكل طبوعه لمة الأحباب في خدمتكم لمة الأحباب منكم وإليكم لمة الأحباب كما قلنا في بيوتكم. وتحية أيضا للفنان والتقني إسلام محمد الباشا يعني سيركو خليل وأيضا للتقني والإعلامي الصاهر على أرشيف لمة الأحباب قادة عن صالح يعني غني عن التعريف ربي يحفظ ويصون. إلى هنا نطلب من الفنان بلو خلو حبيب الله بلو مقطوعة جميلة ربما تكون إليك الخط تفضل. وهذه الجلسة إن صح التعبير نتمنى التوفيق لكل الفنانين ونتمنى أيضا التوفيق للمة الأحباب والقعدة الزينة على كل ما تبذله. جمهور الكريم نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا سويعات في فرح في أمل في حب في احترام لنا منكم ألف تحية وألف تحية ثم ألف تحية سلام ثم سلام ولكم منا ألف سلام والسلام والختام خير. مرحبا بك.
توماس كاسا استنبها لسوا عندك استاني فقسوا وفي لا ندريش يدي تزنا توضع تفوك يدي تزنا توضع تفوك تسمع دوا يا قام ديننا ورور بالضوا في هدوك يا با ولا نتصم أسوف القسم في دانا دري يديدي سنة تطفو يديدي سنة تطفو أكفتت دفوسي عندي إبن ميكا ضوالي دغجم فتت دفوسي عندي إبن ميكا ضوالي دغجم سلم مريكا تدا سلم استود يا تندم واهستغشد وانا انظر استود يا تندم واهستغشد وانا انظر انا ديوان ما هيت النم ديوان ما هيت النم شو صورات زمان ما ادوت تصفوسيا
Mm-hmm.